They call me Ramzan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة مغربي وبريطانيا مروكن أند بريتش. في هذه الحلقة قررنا أن نناقش معكم كم مدة الانتظار للحصول على التأشيرة، مدة الانتظار الخاصة بكل التأشيرات، وسنقدم لكم آخر تحديث Visa Awaiting Time Last Update. إذن سنتكلم عن المدة التي حددها الهوم أوفيس الآن وآخر تحديث لهذا الشهر. إذن مدة الانتظار كانت تختلف من شهر لآخر، وفي هذا الشهر قام الهوم أوفيس بتحديث المدة الأخيرة لكل التأشيرات. إذن هناك بعض التأشيرات التي لم يتم تحديث الوقت ولازال الوقت هو كما هو، إذن مدة الانتظار لازالت هي نفسها، لكن هناك بعض التأشيرات التي تغيرت مدة الانتظار الخاصة بها. إذن Visa Decision Waiting Times Application Outside the UK، نتكلم عن التأشيرات التي تم التقديم لها من خارج بريطانيا. Check how quickly you will receive a decision on your visa application if you are applying from outside the UK. إذن Published 10 December 2019 ولكن last updated 12 December 2022. إذن آخر تحديث كان في 12 من ديسمبر من العام 2022. إذن سنتكلم عن تأشيرات مختلفة وسنرى كم هي مدة الانتظار ومتى تبدأ مدة الانتظار، وكذلك هل هناك أي خدمة سريعة الآن أو لا زالت متوقفة. إذن سنتحدث عن When your application's waiting time starts and ends، متى يبدأ وقت الانتظار ومتى ينتهي. سنتكلم عن Visit the UK، Traveling through the UK، Study in the UK، Short term study in the UK، Work or invest in the UK، Join family in the UK وما إلى ذلك. وسنتحدث عن Replacing biometric residence permits. أيضا سنمر إلى Priority Visa Service، وأيضا When you might wait longer، متى يمكن أن تنتظر أكثر أو أطول من اللازم، أطول من الوقت المحدد. إذن You are not required to book any travel before you apply or before a decision is made on your application. You'll only be refunded if we have not started processing your application. إذن يخبرونك بأنه لا يجب أن تقوم بحجز أي شيء قبل أن يتخذوا القرار. إذن when your application's waiting time starts and ends، متى يبدأ موعد أو مدة الانتظار الخاصة بك؟ بمجرد أن تقوم بتقديم المعلومات البيومترية في مركز التأشيرات يبدأ وقت الانتظار الخاص بك، وينتهي كذلك بعد أن تتوصل بإيميل من الهوم أوفيس يخبرونك بأنه قد تم اتخاذ القرار وأنه سيتم إرسال رسالة حتى تذهب لمركز التأشيرات لسحب جواز السفر. إذن الآن نمر إلى تأشيرة السياحة أو تأشيرة الزيارة Visit the UK. هنا يخبرونك Visit Visas including standard visitor visa applications are currently taking on average 4 weeks to process. However, some applications might take longer. We are working hard to process applications to get back to the 3 week service standard. إذن يخبرونك بأن تأشيرات الزيارة وبما فيها تأشيرات السياحة تأخذ حتى 4 أسابيع. إذن كانت 5 أسابيع قبل أسبوع من الآن، لكن الآن هي 4 أسابيع. وكذلك يقولون بأن هناك بعض التأشيرات الخاصة بالسياحة التي تأخذ مدة أطول. إذن لا يزال هناك بعض الناس ينتظرون من غش وكذلك من يوليوز أو من سبتمبر. إذن إن شاء الله نتمنى أن يتواصل معهم الهوم أوفيس عما قريب. تأشيرة الزيارة هذه تخص الأشخاص الذين يريدون زيارة المملكة المتحدة للعطلة أو لزيارة الأصدقاء أو مثلا للقاء عمل أو زيارة المملكة المتحدة قصد الزواج، ونعني بذلك تأشيرة الزيارة قصد الزواج،
أو مثلا قصد الدراسة لأقل من 6 أشهر. إذن الآن تأشيرة أخرى traveling through the UK تأخذ حتى 4 أسابيع كذلك. إذن إذا كنت تريد أن تغير رحلتك مثلا لديك رحلة وستمر بالمملكة المتحدة يتوجب عليك الحصول على تأشيرة حتى تقوم بالتغيير هناك. إذن ما نسميها بالترانزيت فيزا. إذن ترانزيت فيزا تأخذ حتى 4 أسابيع. إذن الآن نمر إلى تأشيرة أخرى، تأشيرة مهمة وهي تأشيرة الدراسة. بالنسبة لتأشيرة الدراسة you should get a decision on your visa within 3 weeks once you either attend your appointment at the visa application center. إذن بالنسبة لتأشيرة الدراسة فليس هناك أي تغيير، المدة عادية هي نفس المدة التي كانت عليها من قبل. إذن أصبحت فيزا الدراسة كما كانت عليها من قبل، مدة الانتظار هي 3 أسابيع. إذن هذه من أسرع التأشيرات الآن وهي تأشيرة الدراسة. إذن يمكن التقديم لتأشيرة الدراسة وفي غضون 3 أسابيع فقط يمكن أن يحصل على الرد. إذن الآن هنا short term study in the UK. Short term study in the UK are taking on average 4 weeks to process. إذن الدراسة لمدة قصيرة في بريطانيا الآن تأخذ حتى 4 أسابيع حتى تحصل على التأشيرة الخاصة بهذه الدراسة لمدة قصيرة في المملكة المتحدة. إذن يقولون بأنه we are working hard to process applications to get back to the 3-week service standard. يقومون بمجهودات حتى يعودوا إلى المدة الأصلية التي هي 3 أسابيع. إذن الآن نمر إلى تأشيرة أخرى، التأشيرة الخاصة بالعمل أو الاستثمار في المملكة المتحدة work or invest in the UK. You should get a decision on your visa within 3 weeks once you either attend your appointment at the visa application center or use the ID check app. إذن تأخذ حتى 3 أسابيع تأشيرة العمل أو الاستثمار تأخذ حتى 3 أسابيع وهي المدة الأصلية كذلك، ليس هناك أي تحديث بالنسبة لهذه التأشيرة أو ليس هناك أي استثناء أو إضافة لمدة زائدة. إذن هناك 3 أسابيع فقط وهي المدة الأصلية التي كانت عليها هذه التأشيرة قبل الأزمة الأوكرانية وقبل كوفيد كذلك. إذن الآن نمر إلى تأشيرة أخرى، تأشيرة مهمة وأغلب المتابعين لديهم هذه التأشيرة وينتظرون هذه التأشيرة. إذن join family in the UK. You should get a decision within 24 weeks once you attend your appointment at the visa application center. إذن بالنسبة لهذه التأشيرة هي التأشيرة الوحيدة التي لا يزال فيها تأخير ولا تزال مدة الانتظار أطول مما كانت عليه، إذن 24 أسبوع. لكن لاحظنا من خلال الأمثلة التي نقدمها لكم بشكل أسبوعي أن المدة الآن أصبحت أقل من 24 أسبوع ويمكن أن نحددها في 18 أسبوع حتى 20 أسبوع. إذن أصبحت بين 80 و 195 يوم من أيام العمل. إذن إن شاء الله نتمنى أن يكون التحديث القادم في مصلحة هذا النوع من التأشيرات وأن تصبح المدة كما كانت عليها من قبل وهي 12 أسبوع بدل 24 أسبوع. لكن كما قلنا الآن الحمد لله هناك تقليص فيما يخص هذه المدة. إذن الآن نمر إلى تأشيرة أخرى، Family Reunion. Family Reunion تأخذ حتى 12 أسبوع، ونعني بFamily Reunion الأشخاص الذين قدموا لهذه التأشيرة الالتحاق بشخص لاجئ أو تحت الحماية الإنسانية. إذن لا علاقة له بالأشخاص الذين يقدمون بشكل عادي. لنتكلم الآن عن Priority Services Get a Faster Decision
priority and super priority visa services have been temporarily suspended for new family visa applications. For visitor visa applications, there is a reduction in the availability of the priority visa service. إذن بالنسبة لتأشيرة لم الشمل، تأشيرة العائلة، تأشيرة الزواج والخطوبة وما إلى ذلك، كل التأشيرات التي تدخل في هذا النوع من التأشيرات، فلا تزال خدمة التأشيرة السريعة أو Priority Service متوقفة. أما بالنسبة لتأشيرة الزيارة، فهناك عدد قليل فقط من الأشخاص الذين يخولون لهم القيام بهذه الخدمة. إذن ما الذي سيحدث بعد أن تقدم معلوماتك البيومترية في مركز التأشيرات؟ ستنتظر المدة التي يتوجب عليك انتظارها، وبعد ذلك سيتواصل معك مركز التأشيرات مجددا حتى تذهب لسحب جواز السفر الخاص بك. إذن هنا ملاحظة مهمة، يقولون لك check your email spam junk folder. Sometimes emails from us can end up in spam or junk folders, so check these folders. إذن في بعض الحالات قد يأتيك إيميل لكنه يذهب إلى الإيميلات الغير مرغوب فيها أو سبام أو جانك. إذن يجب أن تفحص الجانك فولدر أيضا. إذن ربما يأتيك الإيميل ويكون هناك. إذن هذه ملاحظة مهمة. متى ستحصل على بايومتريك ريزيدنس بيرميت، بطاقة الإقامة الخاصة بك؟ إذا كنت ستأتي إلى بريطانيا لمدة فوق 6 أشهر، فبمجرد وصولك إلى بريطانيا يمكنك أن تذهب لسحب الـ PRP أو بطاقة الإقامة الخاصة بك في غضون 10 أيام من وصولك إلى بريطانيا، أو تقوم بسحب هذه البطاقة قبل أن تنتهي مدة صلاحية التأشيرة التي دخلت بها إلى بريطانيا. الآن لنتحدث When you might wait longer، متى يمكنك أن تنتظر لمدة أطول من اللازم أو لمدة أكثر من التي حددها الهوم أوفيس. You might wait longer for a decision if your application is not straightforward and more information is required before a decision is made. إذن يخبرونك أنه يمكن أن تنتظر لمدة أطول إذا لم تكن قضيتك سلسة، إذا لم يتم تحويلها بشكل سلس، ويجب إرسال وثائق إضافية قبل اتخاذ القرار. إذن يعطونك أمثلة هنا: If your supporting documents need to be verified, if you need to attend an interview because of your personal circumstances, for example, if you have a criminal conviction. إذن إذا كانت الوثائق غير كافية أو يجب التحقق منها، إذا كان هناك مقابلة مثلا، إذا كان هناك interview، أو مثلا إذا كان شخص مدان سابق ويجب البحث أكثر في ملفه، إذن يمكن أن يتواصلوا معك ويمكن أن تكون هناك مقابلة، أو يمكن أن يرسلوا إليك رسالة لإخبارك بإرسال وثائق إضافية، وبمجرد إرسال هذه الوثائق يتم اتخاذ القرار في غضون أيام بعد ذلك. إذن هكذا أصدقائي نكون قد قدمنا لكم التحديث الأخير الذي قام به الهوم أوفيس فيما يخص مدة انتظار التأشيرات. إن شاء الله إذا كان هناك أي تحديث جديد سنوافيكم به. لا تنسوا دعمنا عبر لايك، اشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إن شاء الله نلقاكم في حلقة أخرى. شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.